مساء الخير طلاب، اليوم درسنا صفحة 55 Liquid Pressure اللي هو ضغط السائل. فقط الأشياء اللي أنا أشرتها واللي هي مطلوبة منك. لاحظ Liquid has a weight. It is to exert downward pressure but it is also exert pressure in very direction. إذن السائل له وزن ويكون مؤثر عليه في downward، يعني في الأسفل له ضغط. But it is also exert pressure in very direction، وأيضا له ضغط في جميع أجزاء المنطقة اللي يحيط بها بجميع الاتجاهات. Liquid pressure increase، ضغط السائل يزداد. We go down from to the surface، من ما عند اتجاهك من الأسفل إلى الأعلى. من الأسفل الضغط يكون أعلى إلى الأسفل، من الأسفل إلى الأعلى. To the bottom، القاع of the liquid. إذن عند الاتجاه down from the surface، من السطح إلى الأسفل، يزداد ضغط السائل. عندي تعاليل اثنين رح ناخذها او ثلاثة. نمبر 1، لاحظ التعليل الاول، حطت لك عليه كاتبة question. The virus wear very special suits. الغواصين يرتدون ملابس خاصة. هذا تعليل. 2، الانسر. To protect themselves from the effects of pressure. لحماية انفسهم من اثار الضغط. هذا اول تعليل. نجي التعليل الثاني، ايضا راح اشر لك اياه وشوفه اللي بس بالاصفر مكتوب. لاحظ الكويشن مالتي. Dams are thicker at the bottom. قاعدة السد تكون اكثر سمكا من البطم. القاعدة مال السد تكون اكثر سمكا. ليش؟ because water pressure، قاعدة السد أكثر سمكا من القمة، يعني because water pressure increase، لأن ضغط الماء يزداد. At the depth، في زيادة العمق. From the surface of the liquid increase، أكثر عمق مع زيادة العمق أو الارتفاع عن سطح السائل. كاتبت لك اياه ايضا بالعربي. كاتب لك قاعدة السد اكثر سمك من القمة لان ضغط الماء يزداد مع زيادة العمق الارتفاع عن سطح السائل. التعليل الثالث، لاحظ التعليل الثالث، التعليل السؤال مالتك اخير السطر. لاحظ هذا جوا كل صورة عندي تعاليل. هذه الصورة بالاخير، اخير السطر، شو يقول لك؟ patient feeder is hung on a stand. لماذا يتم تعليق وحدة تغذية المريض على حامل؟ احنا نسميه المغذي. ليش نحطه على حامل ونحط الكانونة بإيد المريض؟ الجواب لي فوق اول سطر. Because the liquid pressure increase with depth، لان ضغط الماء يزداد، او المادة اللي موجودة بالحامل، لأن ضغط الماء يزداد مع زيادة الارتفاع. هذه العوامل اللي هو هذا السطر، لاحظ هذه الباراغراف وهذا والتكملة بالصفحة اللي هي صفحة 56 بالدرس القادم نشرحها. لهنا تنتهي المحاضرة. المحاضرة شوي شوي قليل حتى تفتهمون. هنا انتهت المحاضرة.